تحت رعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، أقامت جامعة الخليج العربي حفل توقيع أول عقود إنشاء مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية على أرض مملكة البحرين، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة والدكتور خالد عبد الرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي وعدد من المسؤولين. هو المشروع الذي يحمل اسما غاليا ومعنى ساميا وهدفا نبيلا يعكس مكانة البحرين في قلوب قادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويترجم التعاون البحريني السعودي النموذجي عبر التاريخ. فبكل تأكيد نحن نتحدث عن توقيع باكورة عقود إنشاء مشروع مدينة الملك عبد الله ابن عبد العزيز الطبية، التي هي عنوان للإيثار المتبادل في الخير والذي لا يحصل إلا بين الأشقاء، ليكون ذلك على أرض الواقع قوى عاملة وآليات قد باشرت في تنفيذ أعمال بناء المدينة الطبية. إنشاء هذه المدينة وكذلك بدعم من المملكة العربية السعودية، وهي تتشرف بأن تحمل اسم الملك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه، وأيضا تقام على أرض مهمة تفضل بها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وأيضا الدعم الذي استمر ولله الحمد من المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، يجسد أن هناك علاقة وثيقة مرت على سنوات طويلة وسوف تمر عليها أيضا سنوات من الازدهار مستمرة. هذه المدينة الطبية ستشكل دافعا للتعليم في المنطقة. نريد أن أؤكد عليه أن مملكة البحرين سوف تقدم كل الدعم لإنشاء هذه والتسهيلات لإنشاء هذه المدينة، كما قدمت لجامعة الخليج التي أصبحت اليوم صرحا تعليميا متميزا ليس على مستوى المنطقة وإنما أيضا على المستوى الإقليمي والعالمي. هذا المشروع التعليمي العلاجي الضخم سيكون داعما لبرامج الحكومة في الارتقاء بالأساليب العلاجية استنادا إلى قاعدة تعليمية وبحثية متطورة، ليشع نفع هذه المدينة الطبية لجميع الخدمات الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم إنشاء هذا المشروع بتبرع كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه بتكلفة تقدر بمليار ريال سعودي، وسيضم في مرحلته الأولى نحو 300 سرير. ويشار إلى أن تصميم هذه المدينة استغرق وقتا طويلا وشارك فيه أكثر من 100 خبير من ذوي الاختصاص. منذ أن تأسست المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وهي قائمة على الدعم والارتباط القوي بين المملكتين والقيادتين، سواء كانت اقتصادية سياسية أو كانت اجتماعية، رؤى ثاقبة، رؤى حكيمة، رؤى تصب في مصلحة المواطن البحريني والسعودي على حد السواء. اليوم وقعنا باكورة عقود إنشاء مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، والتي ستكون إن شاء الله تعالى خدمة للشعب البحريني ولمجتمع دول الخليج كما جاء التوجيه السامي. المدينة الطبية بإذن الله ستحتوي على مستشفى من 288 إلى 300 سرير بإذن الله تعالى، بالإضافة إلى خدمات مجمعة عيادات خارجية وخدمات طبية وصيدلية وخدمات مساندة للمستشفى. وسيكون إن شاء الله تعالى بإذن الله هناك كلية للطب ومراكز بحثية متخصصة في الأمراض السائدة في دول الخليج العربي مثل أمراض السكري وأمراض السمنة وأمراض القلب وبعض الأمراض الأخرى اللي قد يعني إن شاء الله نستطيع أن نعالجها في المستقبل.
مدينة الملك عبد الله ابن عبد العزيز الطبية هي واحدة من بين الصور المشرقة للدعم الذي تحظى به مشاريع التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة للارتقاء بمسيرة التعليم ومنها التعليم الطبي الجامعي. من حفل توقيع أول عقود إنشاء مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، هذه المدينة التي تجسد التعاون الخليجي المشترك الذي ينبثق منه عدة محاور، أولها رفع نسبة خدمة التعليم الطبي في المنطقة. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.